السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله ضمن مساعي حكومة الخدمات بتعزيز العلاقات الخارجية والاطلاع على الفضاء العالمي ووفق المصالح المشتركة. اتجه رئيس الوزراء بزيارة رسمية إلى الجارة تركيا لبحث العديد من الملفات وعلى رأسها معالجة ملف المياه. هاي المشكلة اللي ازدادت في الآونة الأخيرة حيث بلغ الجفاف إلى مراحل متقدمة مما أثر على الجوانب الأخرى كالزراعة اللي ألقت في ظلالها على اقتصاد البلد. هاي الزيارة هي الخطوة اللي أشاد بها المراقبون لما تحل الكثير من الإشكالات بين البلدين، خصوصا بعد توقيع ربط ميناء الفاو بقلب أوروبا، بالتالي تفعيل الجانب التجاري والاقتصادي معا. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، فلا تزال هي الظاهرة الأبرز داخل قبة البرلمان وخارج هذه القبة، أي في الفضاء السياسي والشعبي، فبين من يعتبر مسار تستلزم العملية الانتخابية لضمان عدم الوقوع في إشكالاتها السابقة اللي هددت حرفياً النظام السياسي وكادت أن تعيد للمربع الأول، وبينما يعتبر الجنوح لهذا الخيار مجازفة خطرة في حال عدم حصول إجماع سياسي يدفع بهذا الخيار إلى الأمام، وبين رأيين متعاكسين أنهى مجلس النواب عدد من المواد المتعلقة بالتعديل الثالث للقانون رغم شدة الانقسام، وراح تستكمل أو يستكمل ما تبقى في جلسة السبت المقبل بحسب نواب أفادوا بهذا الموضوع. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابع حظ من حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. تحريك عجلة البناء والإصلاح للبلد لم تقتصر على الشأن الداخلي فحسب، بل لابد من إجراء مباحثات خارجية بشأن الملفات العالقة بين الدول المعنية. فمن هذا المنطلق كانت زيارة أنقرة اللي ركزت على عدة ملفات أهمها نسبة الحصص المائية للعراق. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدته لنا الزميل نهى الشمري. تستمر تحركات حكومة الخدمات الساعية إلى إصلاح واقع البلد داخليا وخارجيا، وآخرها كانت زيارة رئيس الوزراء محمد الشيوع السوداني إلى أنقرة لبحث العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وأهمها ملف المياه الذي تستخدمه تركيا كورقة ضغط على العراق وتعرضه إلى أزمة جفاف غير مسبوقة، خصوصا في المرحلة الحالية التي بلغ مستوى جفاف النهرين إلى مراحل متقدمة، فما زالت تركيا تنتهج معه سياسة التعطيش بحجب الحصص المائية عنه، مجتازة بذلك مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة. فتعزيز العلاقات والخروج إلى الفضاء الدولي خطوة أشاد بها المراقبون نظرا للتطورات التي يشهدها العراق، فزيارة تركيا جاءت سعيا لإجراء مباحثات مع الجانب التركي لوضع نهج واضح بغية تخطي المشاكل العالقة بين الجانبين على جميع الأصعدة، منها السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الملف التجاري الذي تعمل عليه حكومة الخدمات بخطوات وصفت بالجريئة والإيجابية من خلال ربط خط البصرة إسطنبول عن طريق القناة الجافة. فمد جسور التواصل بين بغداد وتركيا والحركات الدبلوماسية جاءت وفق ما عملت عليه حكومة الخدمات مسبقاً بتقويم العلاقات وعقد الشراكات الخارجية، لتتجه بوصلة العلاقات مجدداً صوب أنقرة التي شهدت توتراً في الفترة الماضية، تمهيداً لمرحلة جديدة بين البلدين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ عبد الحسن الزيادي الخبير الاقتصادي. أهلا بك ضيفا كريما أستاذ عبد الحسن. نتحدث عن رئيس الوزراء اليوم عندما يذهب إلى تركيا ويتفاوض على ملفات عدة أهمها ملف المياه، هذه الأولويات كيف تنظر إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. حياكم الله. بالحقيقة يعني منذ تولى السلطة السيد رئيس الوزراء محمد الشيوع السوداني وهو يشتغل داخليا وخارجيا، وهذه فدميزة ما حصلت قبل السيد رئيس الوزراء الجديد، لن يشعر عنده مسؤوليات كبيرة، فسبق وأنزار ألمانيا وحصل نتيجة مع
مشاريع الكهرباء. زار المملكة العربية السعودية، نعم، وأيضا استفاد العراق من هالزيارة، وصارت أكو علاقات جديدة وعمل جديد مع المملكة العربية السعودية. زار فرنسا وكانت نتائجها زيارته مثمرة، وزار عديد من الدول، والآن هو مستمر في هذه. لكن هذه من أهم الزيارات أنا أعتبرها، لأنه أولا تركيا هي جارة لنا، وبعدين بيننا يعني حصص مائية، وتركيا هذه المرحلة اللي مرت هي يعني متجاوزة على الحصص المائية، لأنه في كل قانون الدول المتشاطئة هي توزع حصص المائية حسب احتياجها وحسب ما موجود في ميثاق الأمم المتحدة. لكن احنا دول الجوار تجاوزت على مراحل المي عندنا، رغم انه هو المي بالاساس الحقيقة تقدر تقول هو ضعيف. فالآن السيد السوداني لما راح إلى تركيا وتفاوض عليهم ومعهم على عدة ملفات، لكن من أهمها والملف الرئيسي هو المي. أنت تعرف تركيا دولة أصبحت من الدول المتقدمة، يعني هذا أصبحت هذه حقيقة. يعني الآن أكو دولتين متقدمة بالعالم بالنشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر، هي الصين أولا وتركيا ثانيا، لأنه تركيا بدأت نشاطها الاقتصادي بالسبعينات ويانا، لكن إحنا تخلفنا بمشاكل وحروب وإلى آخره، وما استفادينا وما استثمرنا المبالغ ولا استثمرنا مواردنا ولا استثمرنا يعني وضعنا، فبقينا متخلفين عن الدول. الآن السيد السوداني في هذه المرحلة يريد يعيد دور العراق الريادي في المنطقة وفي كل المشاريع اللي ممكن أن ينفذها. بعدين إحنا في القطاع الخاص الحقيقة نعرف أنه السيد السوداني الآن كان إلى دور جدا مهم، وهو أنه التقى بالقطاع الخاص 12 مرة، وهي أول مرة تصير لرئيس وزراء بالعراق منذ العهد الملكي وإلى الآن. كل الحكومات اللي إجت تحاول تستبعد القطاع الخاص من دوره الحقيقي، وهو الباني الحقيقي إلى البلد، بالوقت اللي السوداني اتجه هذا الاتجاه. الآن بزيارة التركية أكيد راح يكون أكو نشاط، خصوصا اليوم هو أمر أنه الفيزا تحصل من قبل السفير في تركيا، يعني سهل عملية المستثمرين، سهل عملية دخول الناس اللي يعملون في قطاع الزراعة والصناعة والمجالات الأخرى، يعني مجال الاستثمار راح يكون نشط مع تركيا حسب ما أتوقع عني، لأنه الآن أصبح النشاط مدعوم ومراقب بدقة، والمشاريع تمشي بطريقة غير الطريقة السابقة اللي احنا كنا بيها، لأنه السيد السوداني يتابع كل مشاريعه وعنده هيئات ومستشارين الحقيقة يشتغلون الآن بالوقت الحاضر، أصبحوا جادين في عملية البناء والإعمار. صحيح هناك معوق فساد كبير يعيق العملية السياسية أو الاقتصادية، لكن هو الآن يتحارب مع هذه العملية، وأنا أتوقع للنجاح الباهر، مو بس النجاح الباهر خلال هذه الفترة. نعم. طيب، يعني تحدث اليوم عن حتى رئيس الوزراء في هذه الجزئية غرد على حساب على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للمياه، و يؤكد على المساعي لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الأمثل والصحيح، لأنه هذا المورد عبر عنه بالمورد الثمين. بالتالي اليوم لما الكثير من الخبراء في مجالات متعددة أوضحوا بأن الحرب المقبلة هي حرب مياه، برميل النفط يساوي برميل ماء، بالتالي هنالك إرهاصات كانت لا تقترب إلى الذهن، ولكن شيئا فشيئا أصبحت تقترب من الحقيقة. نعم، الحقيقة هذه اللي تفضلت بها هي أصبحت حقيقة. لكن بالنسبة للعراق، العراق دولة غنية في كل شيء، الله رزقه من كل في غني في كل الموارد. إحنا الآن عندنا نص العراق هو خصوصا غرب الفرات، يعني هذا يملك ثروة مائية كلش كبيرة، هذه ممكن استخدامها وزراعة الأراضي الزراعية اللي هي صالحة للزراعة 100%، وعندنا تجارب بها، مثلا هناك مزارع بالسماوة ولو بسيطة، هناك مزارع
في كربلاء، وهذه ناجحة، هناك مزارع في النجف، هناك مزارع في صحراء الرمادي، لكن هي قليلة كلش. هذه لو تستثمر العراق تكفي وتسد موارده، إضافة إلى الأراضي اللي صالحة للزراعة عندنا اليوم. صحيح تأثرت وأصبحت غير جادة بالزراعة نتيجة قلة المياه في خصوصا بالفرات الأوسط والجنوب، وهذه ممكن معالجتها الدولة إذا توجهت بشكل صحيح، لأن الدولة يعني من العصور قديمة، يعني من أيام قديمة كانت تاركة موضوع الزراعة خصوصا من 2003 وإلى الآن. لازم تتجه يعني حتى توفير الماء، احنا نقدر نوفر، كل العالم يشرب مي من البحار، على الاقل نوفر مي من البحار للبصره، وما اعتقد يكلف فتشي كلش، يكفينا حتى يسد لنا النقص، وممكن ان نوسع هذا المشروع بنفس الوقت حتى نشرب الماء الناس من البحار، وهذه مو صعبه ابدا، وعندنا جيراننا الكويت وغيره وغيره ودول الخليج كلها تشرب ماء من البحار. فاذا اكو امكانيه ان نطور نفسنا ونحتفظ بالماء اللي جينا من دول الجوار، ونستخدم تقنيه عاليه، التقنيات المهمه اليوم الزراعه مو الزراعه السيحيه اللي احنا بنستخدمها، احنا لازم نستخدم زراعه التقنيات. التقنيات اليوم اولا توفر لنا حصص كبيره بالماء، وبنفس الوقت توفر لنا زراعة ناجحة مثمرة تعطينا إنتاجية عالية وإيجابية وتقلل لنا نسبة الأراضي المزروعة. بعدين إحنا عندنا مشكلة، الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الثروة الحيوانية. إحنا ما اهتمينا بالثروة الحيوانية من 2003 وإلى الآن. المفروض الثروة الحيوانية يخصص لها مبالغ لاستيراد هذه الثروة، أو على الأقل دعم القطاع الخاص لجلب هذه الثروة الحيوانية و تربيتها طيب. بالبلد مثل ما كان سابقا، حتى نقدر تكون عندنا هي، لان هذا الغذاء الاساسي احنا بالنسبه لنا الثروه الحيوانيه، ودعم الثروه السمكيه، دعم المشاريع الاخرى في مجال الزراعه. احنا دوله عندنا امكانيات هائله، لكنه طيب. مع الاسف انا اقول هي مهمله. نعم. اسمح لي استاذ عبد الحسن، ارحب بسياسه المستقل الاستاذ عمر الناصر، حياك الله استاذ عمر ضيفا كريما. نتحدث عن زياره رئيس الوزراء الى تركيا ومناقشه ملفات كثيره ومهمه، كان اولها قضيه المياه وتحدث عنها الاستاذ عبد الحسن، ولكن اسال حضرتك، لما يلتقي اليوم رئيس الوزراء عدد من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والاتحادات والمسؤولين عن القطاع الخاص التركي في انقره بحضور وزير التجاره التركي، هذه اللقاءات عندما تكون من أعلى هرم السلطة التنفيذية في العراق بعلاقات مباشرة مع التجار والمسؤولين والمتنفذين في الجانب التركي، وتعرف حضرتك حجم التبادل التجاري والأحاد الجانب مع تركيا، بالتالي المؤشرات حول هذه الزيارة كيف نستطيع أن قراءتها؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد ولضيفك الكريم. زيارة السيد محمد الشاع السوداني في هذه الفترة بالتحديد علينا أن نأخذها من الناحية الإيجابية. نعم، هي جاءت في وقت مناسب جدا، ويبدو أن الحكومة العراقية في هذه المرحلة بالتحديد عازمة على أن يكون هنالك تغيير حقيقي، لكن لا يمكن أن يكون التغيير الحقيقي هو جذري إذا لم تكن هنالك دعم من بقية الكتل السياسية، وأن يكون هنالك أيضا بقية الأطراف الدولية والإقليمية داعمة للحكومة أو داعمة للمشاريع التي تذهب إليها الحكومة بصورة أوضح. السيد السوداني ذهب إلى ملفات عدة، وهي كانت من أهم وأكثر الملفات حساسية التي تصب بالواقع العراقي، وكان ولها دور كبير في إنعاش الاقتصاد العراقي بشكل عام، منها ملف المياه وملف الطاقة والنقل ومكافحة الإرهاب وبقية الأمور الأخرى المتعلقة بالتنمية المستدامة. إذن نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، وأعتقد المؤشرات التي هي أمامنا هذا اليوم ومقبولية يعني السيد السوداني في هذه المرحلة بالتحديد من بقية الدول المحيطة والمجاورة للعراق أصبحت واضحة للعيان. ولكن تسألني هل سوف يكون هذه التحركات هي يعني تؤتي بثمارها الإيجابية بشكل سريع؟ أعتقد بأنها لن تأتي بشكل سريع، وإنما ستحتاج
لوقت من الزمن، لأننا كما تعلم في حالة متغيرات وتغيرات سياسية بين في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار بأن هنالك بعض التحالفات التي هي ما بين الشرق والغرب، وهنالك نوع من التحديات التي هي أيضا سوف تواجه العراق كما واجهته في الأيام الأزمان السابقة. إذا نحن أمامنا اليوم مسؤولية تضامنية، وربما هذه المؤشرات التي تحدثت جنابكم عنها سوف تؤدي بنهاية المطاف إلى بلورة حقيقية لما يريد الذهاب إليه السيد السوداني. لكن تسألني هل المرحلة التي هي أمامنا هي مرحلة وردية؟ أنا أعتقد هي ليست وردية بما يعني يقوله البعض، ولكن هي مرحلة إيجابية بلا شك، وعلينا الدفع بالاتجاه الذي يخدم مصالح الدولة العراقية بشكل عام. طيب، المرحلة ما دام أنها ليست وردية وسال عبد الحسن كما يصفها السيد الناصر، نتحدث عن هذه الزيارة. إحنا مرات نتحدث عن الاستيراد وحجم الاستيراد الكبير من الجانب التركي على مستوى الغذاء والملابس وغيرها من هذه الأمور التي تعتبر جدا ثانوية، ولكن هذه الزيارة عندما تركز على تفاهمات مع الجانب التركي تنبع من إرادة حقيقية بين البلدين لتعزيز مسألة التعاون، عمل شركات الاستثمارية يعني اللي خاصة بمجال البناء والقطاع الخاص، السكن، بناء المدارس، النقل، تشغيل المستشفيات وكل هذه الإجراءات، باعتبار أنه المرحلة المقبلة مرحلة موازنة الثلاث سنوات. هل نستطيع بلغة الأرقام أن نعقد هكذا شراكات وعلى هذا الأمد، أمد الثلاث سنوات؟ بالحقيقة يعني أنا ألاحظها هي زيارة، أنا بتقديري هي زيارة ناجحة. نعم، أكيد السيد رئيس الوزراء التقى وجها لوجه ومباشر مع الشركات التركية ومع الأتراك اللي هم قسم من عندهم كان يعمل بالعراق وطلع نتيجة الروتين والمشاكل والفساد. الآن طمأنهم، أنطاهم الدور الحقيقي اللي هو الآن قائم به، والتفكير الجديد اللي مثل ما ذكر زميلي بالنسبة للعراق، الاتجاه الجديد احنا خدمة المستثمر وخدمة شعبنا وخدمة الناس اللي يشتغلون في مصالح بلدنا. الآن احنا بالعراق الحقيقة نشعر بعد السوداني اكو اطمئنان، وممكن ان يكون بالمستقبل اكو عمل جيد، خصوصا احنا لأول مرة، وهذه احنا نعتبرها فد منجز يعني في حساباتنا، خصوصا رجال الأعمال والمقاولين اللي ما كنا نعاني من عنده، انه الموازنة تنجز شهر السادس او شهر الثامن دائما، وبالنتيجة عنون ويشتغلون شهرين وتعاد الموازنة وما نعرف وين تروح، تعاد للدولة لصناديق الدولة، وبالنتيجة الموازنة تنهب ومشاريع تتوقف والمقاول يتأذى أولا ثم الدولة تتأذى ثم المشاريع تتدمر. هذه الآن الميزانية هي ثلاث سنوات، وهذه كافية لإنجاز المشاريع اللي مو استراتيجية وكبيرة، لكنه المشاريع البنية التحتية أغلبها هي قادرة أن تتنفذ بثلاث سنوات، وهو هذا عمر المشروع الحقيقي. يعني غالبا ما يكون عمر المشروع بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والى آخره هو ما يزيد على ثلاث سنوات. إذا الدولة سعت والكادر الوظيفي اللي بالدولة اتعاون مع القطاع الخاص وأشرك بشكل حقيقي وتبادل معاه كل الأفكار الجيدة اللي يحملها القطاع الخاص، لا أنا أقول لك الدولة تنجح والمستثمر ينجح والناس اللي يتعاملون مع هذا البلد ينجحون، لأنه إحنا كان بلد طارد للاستثمار، طارد للمشاريع الجيدة. يعني مسائل الفساد متفوقة به، ولذلك تشوف حتى المستثمر من يجي ما يحصل على أمواله وبعدين ينزم، لكن هسه أنطاه الثقة الكاملة. بعدين يعني السيد رئيس الوزراء في الموازنة طلع مشروع كلش مهم، هو أولا هذه لأول مرة ينطي تريليون للقطاع الخاص، وزود المصرف الصناعي فيما يخص الصناعة ب 400 مليار قرض إلى المصرف الصناعي حتى هذا يوزع للصناعيين حتى تتطور الصناعة وينهض البلد، وهذا كله يعني شيء جديد الحقيقة. طيب، على العراق. طيب، فإحنا نتأمل كل الخير
ومن الحكومة السوداني والحكومات. طيب حسن خالد هبل أستاذ عمر، يعني لما تحدث ضيف الكريم عن هذه الخطوات وحضرتك تحدثت عن موازنة 3 سنوات، هذا الموضوع بطبيعة الحال سيسبب أريحية لدى الحكومة، ونتحدث الآن عن ميناء الفاو اللي أيضا طرحها رئيس الوزراء خلال زيارته إلى تركيا، وأشار إلى القناة الجافة اللي من المؤمل لربما باحتمال كبير أن تذهب نحو تركيا، ويكون هنالك خط للتبادل التجاري وعائدات اقتصادية كبيرة للبلدين. هذه التفاهمات إذا ما اتخذت الإجراءات والخطط الصحيحة لتنفيذها، ما المؤمل أن يصل إليه العراق؟ يعني الوثبة الاقتصادية سوف يصل إليها العراق بلا شك في حال إن كان هنالك انسيابية ومرونة في تنفيذ مثل هذه الخطوات. لكن أنا ذهبت لميناء الفاو الكبير مع وفد يعني مرموق في العام الماضي، واطلعت على سير العمل الموجود هناك والمشروع والماستر بلان الموجود هناك. أعتقد بأن هذا المشروع في حال إن كان هنالك أي نجاح له في المستقبل المقبل وإذا رأى النور، سوف يكون بمثابة يعني قفزة اقتصادية كبيرة بالنسبة للعراق. هذا المشروع القناة الجافة هو يكون من خلال السكك الحديدية ومن خلال الخطوط السريعة الذي يمر من خلال الديوانية وكربلاء والنجف وبغداد والموصل، ومن ثم يذهب إلى تركيا ليرتبط في ميناء مرسين في البحر المتوسط. ولكن المشكلة ليس في هذه الجزئية، المشكلة نحن هل سوف تكون لدينا إرادة سياسية حقيقية قادرة على تنمية المشاريع التي بدأت بها الحكومات السابقة، والتي أعتقد بأنها مشاريع متلكئة ومعطلة، والتي شدد عليها السيد رئيس الوزراء في أغلب اللقاءات. نعم هنالك مؤشرات جيدة، ولكن علينا أن ننظر بعدسة عين السمكة للظروف الموضوعية والمحيطة بالتحديات التي نراها أمامنا. سأضرب مثل لموضوع الميزان التجاري ما بين العراق وتركيا الذي وصل إلى 20 مليار دولار، وهذه هي باعتقادي ينبغي أن تكون منفعة متبادلة، وليس فقط أن يكون العراق هو المستورد أو المستورد فقط للبضائع من أجارة تركيا. علينا أيضا أن نشجع الصناعة العراقية والزراعة من أجل أن يكون هنالك اكتفاء ذاتي ويصدر من بعد ذلك إلى دول الجوار، حتى يكون هنالك تعظيم لموارد الدولة العراقية، وأن يكون هنالك أيضا أمن غذائي قادر على أن يرفع قوت المواطن والسلة الغذائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية، من أجل أن تكون الرفاهية في المجتمع العراقي هي تصل إلى رفاهية المجتمعات المتحضرة. الموضوع يؤخذ كسلة واحدة. أعتقد بأن لا يمكن أن يكون هنالك قرار أحادي جانب إذا لم تجتمع الكتل السياسية بشكل كامل على دعم المشاريع المقبلة التي تصب في حياة بمصلحة المواطن العراقي، من أجل أن لا يكون هنالك أي تلكؤ كالذي شهدناه في المراحل الماضية. طيب أستاذ عبد الحسن، نتحدث عن الجانب التركي ودعوة رئيس الوزراء لهذه الجهات القطاعية والاستثمارية والصناعية إلى حجز مواقعهم، توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بميناء الفاو. طيب هذا الموضوع تأسيس، يعني أي إعلان وأي دعوة تأتي من رأس السلطة التنفيذية حتى على أبسط الأمور، يعني هذا ما راح تعتبره أنه إرادة سياسية حقيقية جدية لتنفيذ هذا المشروع؟ وإذا ما أخذنا المخاوف اللي تحدث عنها السيد الناصر باعتبار أن هذه الحكومة حكومة خدمات، وحتى الكتل البرلمانية هي متفقة ومتسقة مع عملها باعتبار أن هذه الحكومة حكومة الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي هو نواة تحالف الدولة، وبالتالي الكل مجمع على قضية تحقيق الخدمات. شو بحكي لك، إحنا بالنسبة إلى ميناء الفاو الكبير اللي هو هذا الأمل اللي ينتظروه العراقيين، لأنه هو هذا من أهم المشاريع ما بعد النفط نعتبره. الحقيقة هذا المشروع عندما بدأ، أنت تعرف العراقيين يعني عندهم خبرة عالية بتنفيذ الأعمال. إحنا في ذاك الوقت اتمنينا أنه 50% من هذا العمل يقدرون ينفذوا العراقيين. وأجيب لك مثال، إحنا عندنا
63 ألف آلية معطلة من 2014 إلى الآن، هاي ما تشتغل. هذه كان بإمكاننا نستثمر عقول الناس والشباب وهذه البطالة اللي موجودة بالبلد ونوجههم لدفن، لأن هذه عملية بسيطة، هي كل العملية في بناء الفاو هو دفن أرضيات، يعني من أهم العمليات هي دفن أرضيات، فقادر عليها العراقيين أن ينفذوها لو كان أكو جهد هندسي مثل الجهد الآن اللي دا يشتغل ويدير هاي العملية. هاي واحدة. نعم. اثنين، هذه راحت. احنا الحقيقة طبعا هذا المشروع هو مو جديد، هذا المشروع المفروض من ما بعد العهد الملكي أو بالعهد الملكي هو يبدأ، لأنه هذا مشروع استراتيجي ينقل نقلة، ينقل العراق ويربطه في أوروبا ويربطه في كل دول العالم. لكن مع الأسف الحكومات السابقة تماهلت عن هذا الموضوع وما نفذته. الآن السيد السوداني أحيى المشروع باتفاقه مع كثير من الشركات الأجنبية اللي عاملة. احنا نتمنى الشركات العاملة اللي تجي تشتغل بهذه المشاريع الأخرى غير التنفيذ المشروع، لأن المشروع هو معطى إلى شركة والشركة الآن تتفر به، أن تكون شريكة للعراقيين، شريكة مع شركات عراقية، يعني مشاركة بين الأطراف اللي راح ينشؤون المصالح في هذا البناء حتى ينجح العراق وتتحقق شراكة. احنا ما نريد تجي شركة تشتغل وتاخذ فلوسنا وتروح، لا، لازم تكون شريكة للعراقيين حتى الأموال اللي تبقى والخبرات اللي احنا نستفاد من عندها، العراقيين يستفادون من عندها الأشخاص، هاي لازم تكون بالبلد. الموضوع الآخر هو موضوع يعني موضوع الميناء وموضوع النقل السككي، هذا موضوع أيضا جدا مهم، وهي راح تكون خطوة جريئة جدا لتنفيذها، لأن إحنا الآن نواجه مشاكل اقتصادية. وبالنسبة لإشراكنا بالقطاع، يعني الحقيقة إحنا عملنا مع القطاع التركي، الآن راح يكون عمل مؤسساتي، عمل مشاريع كبيرة، مو عملية استيراد وملابس واستيراد شغلات وسرقات، لا، هذا راح يكون مشاركة حقيقية في إنجاز المشاريع المهمة. طيب اللي صادق حسن، ما ما نعم. ما كانت يعني كانت تكمل او ما كانت تنفذ. نعم. طيب استاذ عمر، يعني قبل ان نغادر هذا الملف، هنالك ايضا خلال اللقاء اللي جمع اردوغان بالسيد السوداني صار الحديث عن امن المنطقه، بانه هو واحد لا يتجزا من خلال التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات وحل المشكلات الامنيه بعيدا عن العنف بما يحفظ سياده العراق. الموضوع بصراحة متشعب وقديم ليس بالجديد، وهنالك مساس كبير بسيادة العراق. هل من الممكن أن تحل هذه الزيارة تلك الإشكالات؟ يعني ربما تكون هذه الزيارة قد وضعت اللبنة الأساسية للتفاهمات. كل مذكرة للتفاهم هي تأتي بعدها اتفاقيات، وأنا أعتقد بأن هذه المرحلة هي مناسبة جدا على اعتبار بأن هنالك هدوء نسبي وهنالك يعني تخفيف للضغط الذي يسلط على منطقة الشرق الأوسط بسبب بعض المشاكل التي بدأت تذوب ما بين العربية السعودية وإيران. لذلك أقول ينبغي أن ذهب إلى اتفاقية، عقد اتفاقية أمنية مع الجانب التركي ومع الجانب الإيراني ومع العربية السعودية ومع كل دول الجوار من أجل المحافظة وتمكين السيادة العراقية شيئا بعد شيء. المشكلة يا سيدي الكريم هي ليس فقط بموضوع أننا سوف نذهب إلى اتفاقية أمنية أو لضبط الحدود أو إلى آخره. المشكلة أيضا تقع على في مسؤولية وفي يعني خانة الجانب العراقي. الدستور اليوم يحتم على أن لا يكون العراق بلدا منطلقا لأي عدوان أو اعتداء على دول الجوار، وهذا ما تتخذه تركيا وإيران من حجة وذريعة لأجل أن يعني تقول للجانب العراقي بأن هذا الشيء هو مذكور في دستوركم، وأنا من حقي أن أدافع عن الحدود، يعني عن الأمن القومي التركي. إذن نحتاج إلى بلورة ونحتاج إلى مفاوضين حقيقيين قادرين على انتزاع المكتسبات، وأن تكون هنالك تحركات نوعية من قبل الجانب العراقي على تعزيز أمن الدولة العراقية بشكل كامل، حتى لا نضطر إلى
العودة إلى المربع الأول في التفاهمات الدبلوماسية ما بين دول الجوار. طيب تفضل بقى معي الأستاذ عمر الناصر، وفي هذه الأثناء تقدم بالشكر الجزيل السيد عبد الحسن الزيادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو. نتواصل بعد الفاصل ونتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الاستاذ عمر الناصر السياسي المستقل. اهلا بك استاذ عمر، وكذلك ارحب بضيفي الكريم استاذ حسين الكناني المحلل السياسي، حياكم الله ضيوفا الكرام. استاذ حسين، نتحدث عن قانون الانتخابات اللي سهر عليه مجلس النواب وصوت على 7 مواد من اصل 15 ماده، وارجى تصويت باقي المواد الى جلسه يوم السبت. في هذه الحاله نتحدث عن المواد المصوت عليها و المواد التي لا زالت تنتظر التصويت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والمشاهديك الكرام. هذا القانون طبعا كما ذكرت قسم أو جزء منه أو جزء الأعظم منه تم تمريره، بقي نفس القانون لم يصوت عليه، وإنما فقرات كثيرة تم التصويت عليها. حتى هذه اللحظة لم يتم التصويت على هذا القانون بأي نسبة كانت. طبعا هنالك رغبة من قبل الكتل السياسية أن يكون هذا القانون 0.9، يعني ما أتذكر اللي هو 1.9، وهسه راح يصير تصويت على 1.0.7. نعم، وبالتالي أعتقد أنه هذا ما تتخوف منه بعض الكتل، خصوصا الكتل الصغيرة، يعتقدون لو مرر بهذه النسبة سوف يكون هنالك إقصاء لهذه الكتل، وهذا ما تخشاه. وأعتقد أنه لا يوجد مبرر لدى الكثير من هذه الكتل، خصوصا الكتل الناشئة. أعتقد أنه هذا القانون هو أكثر تمثيل للناخبين، خصوصا ما ذا قورنا بالنظام يعني النظام الانتخابي السابق. ومن هنا نعتقد أنه لابد أن يكون هنالك اتفاق بين الكتل، خصوصا الكتل المستقلة التي تخشى تمريره. لاحظنا هنالك اعتراض لدى الكثير من هذه الجهات، وبالتالي سوف يمرر في نهاية المطاف. نعم. طيب استاذ عمر، نتحدث عن هذه الفقرات التي صوت عليها البرلمان، وناخذ الاهم من تحديد الفقرات هو تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات اللي تم تحديده في الجلسه الماضيه يوم 16 من هذا العام. يعني بلا شك بالبدايه علينا ان نقول ان نسال سؤال، ما هي الضمانات التي سوف تذهب اليها الكتل السياسيه وتجعلها متأكدة بأن الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وسوف يكون هنالك مشاركة كبيرة من قبل الشارع العراقي، وخصوصا الأغلبية الصامتة التي رأيناها في أزمان ماضية وفي الانتخابات الماضية قد عزفت وقاطعت الانتخابات بشكل كامل. ما هي الضمانات التي سوف تذهب إليها يعني جميع الكتل السياسية في حال يعني في حال لم يكن هنالك نوع من الذهاب الى هذه الانتخابات من قبل هذه الطبقه؟ اعتقد اننا اليوم بامس الحاجه الى ان نذهب الى اس المشكله، وعلينا ان قبل ان نذهب لتحديد هل سوف يكون هو سانت ليغو او سوف يكون دوار متعدده 1.9 او 1.6 او الى اخره، علينا ان نذهب لاقناع المواطن العراقي والناخب العراقي بضروره المشاركه الانتخابيه من اجل التغيير. علينا اليوم ان نذهب باتجاه ان ارسال رسائل اطمئنان للناخب الذي او للجهات التي ساهمت بمقاطعه الانتخابات او التي شجعت على الذهاب لمقاطعه الانتخابات من اجل اقناعها لان تعدل عن رايها بهذه الانتخابات المقبله. اعتقد اننا اليوم لدينا مسؤولية تضامنية من أجل أن لا نقع بنفس الأخطاء الماضية، وعلينا أن لا تكون لدينا هفوات،
وأن تذهب الكتل السياسية إلى موضوع إعادة المراجعة والتقييم من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كل ذلك هو يأتي من خلال التنسيق المشترك ما بين الكتل السياسية، وأن لا تقصى جهة من الجهات السياسية، وأن لا يكون هنالك عدم مشاركة. وأخص بالذكر التيار الصدري، لأن النظام السياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 بني على أساس المحاصصة الطائفية، وغياب أي مكون أو أي جزء من الأطراف السياسية الذين كانوا لهم دور كبير في هذه العملية السياسية، أعتقد بأنه سوف يكون بمثابة تصدع للقشرة الداخلية لجسد العملية السياسية. إذا نحن أمامنا اليوم تحديات، وأعتقد بأن قانون الانتخابات هذا سوف يكون مثار جدل، وربما سوف لن ترضى عنه بقية الكتل السياسية التي هي ترى، وخصوصا الكتل الصغيرة التي ترى بأهمية أن يكون هنالك حل جذري لهذا الموضوع يرضي جميع الكتل، وربما يكون هنالك موائمة وتوأمة ما بين سانت ليغو والدوائر المتعددة. طيب هذا التصويت أستاذ حسين، نتحدث عن أيضا بعض المواد التي تم التصويت عليها، وهي قضية الكوتا. لما يتحدث القانون ويتم التصويت على حصة الكوتا من عدد كل المقاعد العامة لمجلس النواب بما لا يؤثر على حصتهم في مشاركتهم، وحدد هنالك خمس مقاعد للمكون المسيحي توزعت في بعض المحافظات، والمكون الأيزيدي مقعد واحد، وكذلك مقعد للشبك والصابئة والكرد الفيليين. بالتالي هذا النسيج الاجتماعي من المكونات العراقية، نتحدث عن الكوتا وما لها وما عليها، هل هذه الأعداد هي مرضية لهذه المكونات؟ أعتقد أنه الأقليات حقوقهم محفوظة في كل الدورات، والكوتا محفوظة بغض النظر عن المشاركة الفردية داخل القوائم الانتخابية، باعتبار أن الكثير من المكونات قد ينخرطون بكتل سياسية، وبالتالي ممكن أن يحصلوا على يعني مقاعد برلمانية في دوائرهم الانتخابية. مسألة الأعداد أيضا تم تحديدها في الدورات السابقة، خصوصا للطائفة المسيحية، ديانة المسيحية ذكرت للموصل وبغداد ودهوك وكذلك سليمانية وعلى ما أعتقد وكركوك. وبالتالي أعتقد أنه مسألة الشبكة أيضا للموصل، وكذلك الأيزيدين أيضا لنينوى، وهذه المكونات هي الأساسية المتمثلة بالشعب العراقي. وأظن أنه كما ذكرت قبل قليل تم حفظ هذه المكونات وحقوقها الانتخابية. نعم. طيب أكو بعض الأحيان فقرات يعني لا زالت بانتظار التصويت. أستاذ عمر، جلسة يوم السبت، هل هنالك مخاوف من تدخلات سياسية، محاولة عدم انعقادها، الاعتراض على هذا القانون، أو لربما حتى الطعن في صحة الجلسة كما رشح إلى الإعلام، ولكن مجلس القضاء نفى ذلك؟ يعني عودتنا العملية السياسية في كل مرحلة من المراحل الماضية أن تكون هنالك مفاجآت في اللحظات الأخيرة، وكل ذلك يتبع للمتغيرات والمساومات والاتفاقات وحجم المكتسبات التي تذهب إليها الكتل السياسية في بطبيعة الحال، وهذا هو يعني ميدان السياسة، في كل شيء فيه وارد. لذلك كلنا نعرف بأن العملية السياسية هي مستقرة على أرض رملية، ولذلك تكون في المفاجآت تأتي في اللحظات الأخيرة. ولكن تسألني هل سوف يكون هنالك يعني نوع من التفاهمات الجادة في حال أنه أخفقت الكتل السياسية؟ أنا أعتقد من واجبها اليوم جميع الكتل الذهاب لإنجاح قانون الانتخابات، ولكن على أن لا يضرب بمصلحة طرف على حساب طرف آخر، وكل ذلك هو يعني مرهون بشكل التوافقات التي ذكرناها في بداية الحوار، لأنها مستندة على مبدأ المحاصصة الطائفية والشراكة السياسية. طيب العملية السياسية أستاذ حسين لربما أصبحت متلازمة فيها، في كل انتخابات يصار إلى دعوات إلى تغيير القانون كما يحدث الآن، دعوات إلى تغيير المفوضية، دعوات أخرى تعطي الكتل السياسية بعض المرونة والأريحية للدخول إلى هذه الانتخابات. هذه المؤشرات كيف تنظر إليها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة؟
الدستور العراقي والقانون العراقي يلزم ان يكون هنالك قوانين لاجراء الانتخابات، وهذا ما يفسر في كل دوره يتم تعديل او الابقاء او تغيير هذه القوانين، وهذا ينطبق على مجالس المحافظات. مجالس المحافظات تم الغائها في الفترات السابقه وتعطيلها باعتبار انه لم يتم اجراء انتخابات، وطعن بشرعيه المجالس التي كانت منعقده، وبالتالي تم حل هذه المجالس وانتهت صلاحياتها ودستوريتها. الغاء المجالس بشكل نهائي يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا التعديل الدستوري يحتاج الى توافق سياسي ويحتاج الى جهد كبير، وايضا الى اغلبيه الثلثين داخل قبه البرلمان. هنالك طبعا لجنه شكلت من اجل تغيير التغييرات الدستوريه، لكن لم يتم يعني تمرير هذه التعديلات لانها ايضا تحتاج الى مواقف او اتفاق سياسي. ومن هنا سوف تمرر او مررت هذه المجالس وهذا القانون لمجالس المحافظات مع الانتخابات المقبله بسله واحده. طبعا هنالك من يعترض على هذه المساله، لكن في نهايه المطاف لابد ان يكون هنالك يشرع قانون حتى يتم اجراء هذه الانتخابات وهذه المجالس. طيب، الكتل السياسيه الكبيره التي لربما كان القانون الحالي هو مفاجئ لها، ولكن رغم ذلك حققت ارقام ومقاعد برلمانيه استاذ عمر، ولكن نتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات وفق التصويت الجديد وهذا القانون الجديد، من سيخدم في هذه الحالة؟ وهل ستدخل هذه الكتل السياسية المتغيرة الجديدة المستقلون، كيف ستكون حصصهم بنظرة استشرافية؟ يعني الكتل السياسية الكبيرة المشاركة في مجلس النواب هذا اليوم أو المشاركة في السلطة أو القابضة على السلطة، باعتقادي هي هذه مرحلة مهمة جدا بالنسبة لها، الاعتبارها بأنها سوف تكون هي محفز وداعم حقيقي لأداء مجلس النواب التي لديها كتل جيدة في تحت قبة البرلمان. لذلك سوف يكون هنالك عملية انسجام وتنسيق ما بين انتخاب مجالس المحافظات وعمل السلطة التشريعية، ولكن في حال كان هنالك تناغم حقيقي ما بين الاثنين. النظام على بالمناسبة النظام الذي هو معمول به في بمجالس المحافظات هو نظام متطور ومتقدم، وتعمل به أغلب الدول المتطورة، وعلى سبيل المثال السويد التي هي بمثابة توزيع للصلاحيات وتخفيف الضغط وعلى الحكومة المركزية. لذلك تجد بأن مثل هذا الموضوع سوف يلاقي اهتمام بالغ وكبير من قبل الكتل السياسية من أجل أن يكون هنالك صاعق سياسي جيد بإمكانه أن يدفع به العملية بالتشريعات والقوانين ومراقبة وتنفيذ المشاريع المتلكئة والمعطلة بشكل أفضل في المرحلة القادمة. لكن كل ذلك هو مرهون أيضا بهل سوف يكون صناع القرار على قدر المسؤولية وتحديد سقف زمني لإجراء هذه الانتخابات، أو لأن يكون هذا القانون هو ملائم لتطلعات الناخب العراقي أو لمصلحة الشعب العراقي بشكل كامل على حساب المصالح الفئوية والحزبية والطائفية وإلى ما إلى آخره. كل ذلك هو مرهون بالإرادة السياسية ومدى جدية القائمين في المطبخ السياسي على اتخاذ القرارات المفصلية. لطالما كانت هنالك اختلافات على نتائج الانتخابات استاذ حسين، ويعني العدوى الفرزي اليدوي كان هو الحاسم وسيد الموقف، ولكن الماده 16 لما تم التصويت عليها بانه تعتمد المفوضيه على اجهزه تسريع النتائج الالكترونيه وتجري عمليه العدوى الفرزي اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطه الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مراكز التبويب، وايضا في حالة عدم تطابق النتائج العدوى الفرزي الإلكتروني والعدوى الفرزي اليدوي في نفس المحطة بنسبة 5% يتم اعتماد نتائج العدوى الفرزي اليدوي، وفي جزئية أخرى أيضا وضعت العديد من المحددات. طيب، لماذا يكون هنالك جمعا بين العدوى الفرزي الإلكتروني والعدوى الفرزي اليدوي ما دام أن العدوى الفرزي الإلكتروني لم يثبت جدارته ونجاحه؟ العدوى الفرز الإلكتروني في الدورة السابقة تم التشكيك بنتائجه، وكانت هنالك مطالب للكتل التي تعتقد أنها تم التجاوز على أصواتها وتم
يعني التلاعب بأصوات هذه من خلال هذا العد الإلكتروني، وطالبوا بأن يكون هنالك عدا وفرزا لكل صناديق الاقتراع، ولم تستجب المفوضية في وقتها، وإنما فقط المحطات التي يتم التشكيك بنتائجها يتم إعادة هذا في هذا القانون. سوف يصار للجمع بين الإلكتروني واليدوي لكل المحطات. طبعا ابتداء سوف يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال 24 ساعة من خلال تسريع النتائج، ومن ثم تبدأ عمليات العد والفرز يدويا. أيضا بالنسبة للمحطات التي تكون غير مطابقة، سوف إذا كانت أكثر من أقل من 5% سوف يتم يعني إجراء عد وفرز يدوي، وفي حال كانت أكثر سوف يتم إلغاء النتائج والذهاب يعني تحييد هذه المحطات. في نهاية المطاف أعتقد أنه هنالك في الدورة السابقة الانتخابية كان هنالك تلاعب وتزوير واضح للكثير من محطات الاقتراع، وهذا ما دفع بالكتل السياسية باتخاذ هذا أو بتعديل هذا الفقرة. نعم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسين الكناني المحلل السياسي، اثريت الحوار في هذا الملف. شكرا وشكر كثير لحضرتك استاذ عمر الناصر السياسي المستقل في الملفين، رافقتنا وكانت لك اثراءات مهمه. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.